اوكي برضه منطقه، معرفش الرجاله عاده بيعانوا الموضوع كده علشان بيبقى شويه لما يعني بنسيب نفسنا ان احنا ناكل كتير دهون وناكل كتير سكريات، بتبدا الدهون تروح للخلايا الشحميه اللي هي بتبقى متعوده ان هي تروح عندها، وكمان بيبقى ضعف في عضلات البطن، فدي بتبقى مشكله كبيره. طبعا الحاله دي نزلت من وزنها 30 كيلو ونزل الوزن ده في 3 شهور، وكان يعني مبسوط جدا بالحاله اللي هو وصل لها، لانه طبعا الياف السيليوم فرقت معاه جدا. البنوته دي طبعا يعني زي ما احنا شايفين حالها اتغير، يعني هي نزلت من وزنها 35 كيلو، وكمان ده كان بعد يعني رحله من الحمل والولاده والرضاعه، فهي رجعت تقريبا يعني حتى قالت ان هي رجعت زي بالظبط قبل الجواز واحسن كمان. البنوته دي كمان نزلت من وزنها 25 كيلو، كانت ماشيه على الكورس كامل السوبر سيليوم والبي سلام وكريم شد الترهلات. وطبعا المتابعه اللي بتكون مع اخصائيه التغذيه دي بتكون مهمه جدا. احنا ليه بنعملها مجانيه؟ احنا بنعملها مجانيه علشان الناس تكون متشجعه ان وعشان هي تبقى دايما مطمنه، يعني اصل مش كل الناس بالزبط عندها القدره كمان انها تروح لدكتور تغذيه. صحيح. فبرضو دي حاجه مساعده وحاجه محترمه من الشركه جدا. يعني انا عايز اعرف حاجه، احنا معانا صور تاني؟ طيب خلينا برضو نفكر حضراتكم ان المنتج ده الكورس كله، مش بس منتج واحد، الكورس كله عليه خصم 50%، وكمان هو مصرح من وزارة الصحة. حضراتكم تقدروا تطلبوه من خلال الارقام اللي موجودة تحت، وكمان من خلال صفحة الفيسبوك اللي هتظهر حالا على الشاشة. بالظبط. طيب عايز اعرف حاجة، الاطفال تقريبا من سن كام الكورس امن عليهم؟ الاطفال تقريبا من سن 12 سنة الكورس بيكون امن عليهم. طبعا عايزين نشجع كل الامهات، لانه بسبب رجوع المدرسة والتمارين والحاجات دي كلها، انه الكورس السوبر سيليوم والبي سلام، حتى يعني لو انت كمان عايزه تنزلي من وزنك تقدري تتشجعي انت وابنك او انت وبنتك ان انتوا تبداوا تاخدوا الكورس. كمان الارقام اللي ظاهره على الشاشه، التواصل هيكون مع الفريق الطبي، كل حاله بيكون ليها الكورس المناسب ليها والجرعات المناسبه ليها على حسب الطول والوزن والحاله الصحيه.